أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص كبير في السن يسأل إن كان عليه شيء في نهره وزجره للنساء اللائي يقعدن إما بجانب الرجال أو في الطريق، ويطلب منهن الذهاب إلى الأماكن المخصصة للنساء. هذا طيب، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا يكون بعنف وقسوة، وإنما يكون بلطف ورفق مع النساء، يرشدهن ويبين لهن بدون أنه يعنف عليهن أو يزجرهن زجر أو يقسو عليهن. نعم.